بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل هذا المؤتمر للتوضيح وللتدليل على أن كلامنا اللي قلناه من قبل أن كل ما قربت المسألة للحل يأتي هناك من يضع العصات في العجل حتى يفرمل ويعرقل ويؤخر ويعطل ويؤجل أي محاولة لإيجاد حل هذا النفق المظلم من الإيقاف، وتوقعنا كان في محلة ولم نظلم أحد. أصلاً هذه التحركات قديمة وظلت مستمرة سواء على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الدولي من نفس الفريق، ولهذا الفريق يا أخوان كذلك نواب متعاطفين معه بعلم من غير علم، كذلك يدخلون من ضمن الفريق اللي يحاول أن يعطل. ظهرت لنا دعوات تؤكد على ما ذهبنا إليه من هاليومين اللي فاتوا، خاصة بعد دعوة الأخ رئيس مجلس الأمة لجلسة خاصة لمناقشة قانون لإقرار قانون المتوافق عليه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبلشت الدعوات الآن تأتي لتقول أن هذه الدعوة هي كذب على النواب، وكأنهم هذيلا ما هم نواب مجلس أمة، كأنهم أطفال، وكأن هذا المجلس لا يوجد به مستشارين ولا يوجد به فلاتر تفلتر شي اللي يجي للقاعة. وقالوا إن ما سيطرح هو قانون أحمد الفضل اللي راح يستولي على الرياضة ويعطيها للتجار، وراح يضحكون على النواب ويقولون لهم يا جماعة خلاص احنا حصلنا الموافقة من الفيفا، يلا قرروا لنا هالقانون. وبعدين يكتشفون النواب بعدها بيومين ان يبقى اللي موقعين عليه شيء مختلف، وان الرياضه ما راح يتم رفع الايقاف عنها، وان اللي سويناه ان احنا فقط وزعنا الرياضه على التجار، وبعضهم بيروح يسوي ندوات في هذا الشأن. احنا هنا عشان حرق فيلمهم، لان احنا انا مؤمن شخصيا، انا شخصيا ولا اتكلم عن غيري، ان دواء الاشاعه هي قتلها في الحين. وأنا الآن أتمنى من الأخوة الآن الصحفيين، وأنا إن شاء الله خابر فيكم يا أخواني أهل الصحافة، فيكم شجاعة، تذهبون لمن يريد أن يعمل ندوة وتسألون السؤال الآتي، تقولون له الدعوة من أين لك دليل أنها تخص موضوع تطوير الرياضة ولا تخص موضوع رفع الإيقاف والقانون المتفق عليه مع الفيفا؟ شون عرفت؟ يا أخوان خلونا أقول لكم الحقيقة، ما راح أكلم ذي لأن أدري ما راح يقتنعون، وهم مهمتهم عدم رفع الإيقاف، أصبحت الأمور عندي واضحة، لا فيها لا مجال للشك ولا للريبة. ما حدث هو الآتي: دعوة ترسل من السيد رئيس مجلس الأمة للنواب لحضور هذا الاجتماع، ويرسل دعوة يكتب فيها: عملاً بالمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي لمجلس الأمة المحدد ليوم 3/12 الساعة 9 صباحاً للنظر في الموضوع الآتي: التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة. راح يوزع عليكم يا أخوانا، شفتوا هذا؟ بعد 3 أو 4 دقائق، وأنا أجيب لكم النسخة اللي باسمي، تم إلغائه وتصحيحه إلى أن يكون لمناقشة التقرير الثاني، لأنه صار غلط، حيث أن التقرير الأول فعلا يتحدث عن التقرير الأول اللي عملناه، كان أول شيء خلصنا منه كان قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص، فخذ رقم 1، الفيفا يعني آخر شيء بعدين، فصار رقم 2، وراء على طول المنشطات رقم 3. بالخطأ بعد 3 دقائق راح سربوا التقرير رقم 1، وهذا تم إلغاءه على طول بدقائق، وجاءت الدعوة الأخرى وأنا أبيكم تصورونها. هذه دعوة لصالح كل النواب، تقول إلحاقا للدعوة، عشان ما يبين إنه إلحاقا لهذه الدعوة، لدعوة حضور اجتماع غير العادي لمجلس الأمة المحدد له الأحد، نفس التفاصيل، نفيدكم علما بأنه قد تم ذكر
ذكر التقرير الأول لجنة الشباب والرياضة لمناقشته في هذه الجلسة الخاصة، والصحيح هو التقرير الثاني لجنة الشباب والرياضة، ونرفق لكم التقرير الثاني لجنة الشباب والرياضة. أنا بكم تصورون هذا، ما هو التقرير الثاني لجنة الشباب، ما هو ما سنناقشه يوم الأحد؟ هذا ما سنناقشه يوم الأحد، مشروع بقانون مع 6 مقترحات كلها مختصة في رفع الإيقاف. أكثر من ذلك، هذا الآن نسخة لما سنناقشه يوم الأحد. يوم الأحد هذا اللي راح نناقشه، الحكومة عندها تعديلات أخذتها مؤخرا راح تضيفها عليه. هذا يا أخوان اللي يأخذوا وينشروا، ثم اذهبوا لمن يريد أن يعمل ندوة وقولوا له يا أستاذ أنت قاعد تتكلم عن شيء والموضوع اللي راح ناقشونه شيء ثاني، فسر لنا. بس احنا نحتاج يعني صحفيين شوي عندهم شجاعة، لأن هناك المكان شوية حاد الطباع، فممكن يتهم الصحفي بأنه متزوز أو شيء. لذلك أنا يعني راح أتركها لكم وشجاعتكم، لكن هذا سؤال مستحق. أنت قاعد تعمل ندوة تستخدم اسمك وتاريخك وتشذب على العالم بشيء بيطلع بعد يومين، ممكن تفسر لنا ما هو سر الاختلاف بين ما تطرحه وبين ما سيطرح في مجلس الأمة؟ لماذا تريد العرقلة؟ ليش تبي تشوش على النواب اللي داخلين وتدخل في قلبهم الشك وتدخل في قلبهم أن هناك لعبة قاعد تحاك عليهم؟ أصلاً هذا من سابع المستحيلات، هذا من الغباء، وأصلاً يعني أصلاً لا ما أدري شلون تليق بشخص بهذه المكانة البرلمانية وهذا التاريخ البرلماني، إنه ما يعرف يفرق ما بين التقارير ويعلم إن الأخطاء هذه واردة، طلع خرجت منه وهو رئيس مجلس الأمة أخطاء لما قال بس وتعدل بالحاق. لكن أنا اللي ما أبي يلبسون عليكم هو الآتي يا جماعة، متى تاريخ الدعوة؟ هذه لكم، ها خليها هني، تأخذون صور وأنا عملت لكم صور للأخوة الصحفيين، تأخذونها يا أخوان وتنشرونها حتى فقط تقام عليهم الحجة. يا جماعة تاريخ الدعوة الأولى 29/11، تاريخ التصحيح 29/11، بعد 3 دقائق أو 4 دقائق على طول. الدعوة الاجتماعاتهم عشان المناهضة لإقرار هذا القانون كانت قبل، صح ولا لا؟ فلا حد يتذرع ان الدعوة خربطتنا، الدعوة ما خربطتك، انت معلم من قبل ان ما سيناقش هو قانون احمد الفضل. يا اخوان قانوني مو ضرورة حتى يناقش الان، قانوني ياخذ وقته، واحنا وعدنا الناس ان راح تكون في هناك ندوة كاملة نسمع فيها من الرياضيين ويعطونا خلاصة ما يتوصلون اليه من افكار، ثم مقدم الاقتراح نفسه يقول لك مو ضرورة. انا اللي مقدم الاقتراح وأنا اللي قاتلت عليه وأقول لك مو ضرورة، هذا هو الضرورة رفع الإيقاف، فلا تلبسون على الناس. فيعني اليوم يا جماعة أنا قلت لكم العداد اشتغل من زمان، شوفوا مواقف الناس، شوفوا مواقف منهم داخل المجلس منهم خارج المجلس، شوف من يحاول بيوم الأحد يعطل الجلسة بأنه يجرفك لموضوع ثاني، ولا يحاول تخريب الجلسة، ولا اثنين فجأة يقومون يتهاوشون مع بعض عشان يضطرون رئيس المجلس لرفع الجلسة. كل هذه الأمور متوقعينها. لذلك أتمنى من الجمهور الرياضي اللي الآن بيقرأ إن شاء الله الصحفيين بينشرونه، وإحنا عندنا بعد بوسائل التواصل الاجتماعي بننشره، أتمنى من الجمهور الرياضي ملء قاعة عبد الله السالم والتزام بالهدوء وبالأدب. إحنا ما ندعو إلى لا تصفيق لا استهجان ولا استحسان، إنما ندعو إلى المراقبة. راقب، شوف منو بيحاول إنه ما يمرر هذا القانون بسهولة، يوقف ويتكلم يشتت انتباه الناس، يمكن يتكلم عن القضايا الأخيرة بس ما يتكلم في الرياضة. الآن أنا أقمت الحجة على الأخوان، من يريد أن يتقصى الحقيقة ها فليذهب، هذه التواريخ والكتب الآن ستنشر لكم، والقانون اللي سيطرح على مجلس الأمة راح يكون كاملا ببنود الآن على وسائل التواصل الاجتماعي. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. والكذبة والحاقدين كثر وراح يحاولون يعرقلوننا فيك، وإحنا منتبهين. أنا أريدكم أنتم تنتبهون ولا تنساقون معهم، هذه الأمور بالدليل أمامكم. فإن شاء الله الله الموفق. إذا كان هناك أي سؤال يا أخوان ولا
نختم بذلك. شكرا.